بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن أسرار زراعة الملكة، ملكة الفواكه المانجا. ما فيش أي حد على مستوى العالم ما بيحبهاش. هنستغل التوقيت اللي احنا فيه، وده موسم لزراعة المانجا. لازم نزرع أكبر كمية ممكنة. أشجار المانجا بتدينا كميات مهولة من الثمار، وبعدين الشجرة بتتحمل كل الظروف المناخية، تتحمل الحر، تتحمل البرد، تتحمل العطش، تتحمل كل حاجة. فحرام ان احنا ما نزرعهاش في التوقيت اللي احنا فيه ونضيع الفرصة. المهم خليك ماشي معايا في الخطوات واحدة واحدة عشان تستفيد، وبلاش ان احنا نستعجل. معلومات مهمة مفيش حد هيقولها لك في اي مكان تاني. ولو ممكن تكتب لي انت بتزرع المانجا في اي بلد، البلد اللي انت بتتابعني منها منين. وكمان رجاء لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه. اول معامله في زراعه المانجا، زي ما انتم شايفين المانجا اللي مزروعه دي مزروعه في صفيحه عمرها سنه ونص، وزي ما انتم شايفين سمك الساق عامل ازاي. النمو بتاعها سريع جدا بشكل غير عادي، على الرغم ان الشجره اللي قدامكم دي كمان عمرها في حدود السنه ونص. النمو بتاعها متوقف وطولها لا يتعدى 20-25 سنتي. وده يخلينا نتكلم في 3 اسرار لزراعه المانجا. اول سر زراعه المانجا او الشتلات لازم تكون في اكياس او في اسس او حتى في صفيحه، ما فيش مشكله. المهم ما ينفعش ان احنا نزرع البذور في الارض بشكل مباشر، لان دي مرحله التاسيس. اول 5-6 شهور بيعتبر ان احنا بنحط اساس الشجرة. لازم نحافظ عليها بعيدة عن الرياح، بعيدة عن ارتفاع الحر، عشان الشجرة ما يحصلش فيها تقزم، عشان نهتم بها كويس. وكمان كل ما بيكون حجم الإناء صغير الشجرة بتكبر بسرعة. بعد الفترة دي الشجرة بتنطلق في النمو. تاني حاجة على طول، واحنا اتكلمنا اكتر من مرة بس عشان نذكر الناس اللي ما شافتش الفيديوهات القديمة، البذور. البذور برضو تاني متحكم في عملية النمو السريع. يعني لو اخترنا البذور بشكل كويس، تأكد انك انت هتنمو معاك بشكل فظيع وهتثمر كمان بشكل سريع جدا. لازم نختار بذور من نوع سكري. النوع السكري هو النوع الوحيد اللي بينمو بشكل سريع جدا. انا عايزك تخلي بالك كويس لما بتيجي تشيل الغلاف من بذور المانجا، سواء كنت تزرعها او هتعمل لها انبات. لو البذره اتخدشت او الجنين من الداخل حصل له اي خدشه بسيط، تاكد ان هو هيتعفن منك وهتموت ومش هتنبت. عشان في ناس كتير بتسرب الانبات، ما نجحش معاي او انا زرعتها وهي ما طلعتش. البذره او الجنين من الداخل لو حصل له اي خدش تخلص منه على طول. خلاص كده احنا معانا بذور، خدنا البذور القويه الكبيره في الحجم السليمه، ما فيهاش اي عيوب، ما فيهاش اي مشاكل خالص. هنبتدي في عمليه الزراعه. السر الثالث والمهم جدا، التربه. لازم نزرع بذور المانجا في البدايه خالص في تربه رمليه. حتى لو مش عندك تربه زي اللي انت شايفها في الفيديو، ممكن نستخدم تربه المباني. وعشان نحسن من خواص التربه الرمليه او تربه المباني، لازم نغسلها بشكل كويس. نغسلها مره واثنين وثلاثه لحد ما نطلع منها نسبه الاملاح، لان طبعا رمله المباني بيكون فيها نسبه عاليه جدا من الاملاح. التربه دي تربه رهيبه جدا في الزراعه، فيها مميزات وفيها عيوب. اهم المميزات اللي فيه ان هي استحاله يحصل فيها عفن للجذور، وكمان الجذور بتنتشر بشكل سريع جدا عشان بتبقى جيدة في التصريف ومبتحتفظش بنسبة المياه. ودي هتكون كويسة بالنسبة لأي نبات، طول ما ان الجذور بتنتشر بشكل كويس، يعني هتمتص اكبر كمية من الغذاء، وبالتالي النمو الخضري والتفرعات هتبقى نسبة كبيرة جدا. عيب واحد بس اللي فيها، ان هي تعتبر تربة فقيرة ما فيهاش اي عناصر غذائية، ودي مش مشكلة معانا، احنا ممكن نعوضها بالاسمدة. وكمان البذور يعني ما بتحتاجش في البداية خالص الى غذاء. شجرة المانجا بتاخد الغذاء بتاعها من البذرة في اول 3 شهور. ونشوف ان البذور المزروعه في تربه رمليه والبذور المزروعه في تربه عاديه خالص. زي ما انتم شايفين البذور بدات تظهر، هما الاثنين مزروعين في نفس التوقيت ونفس البذور. انا بقول لك على معلومات يمكن تكون بسيطه لكن معلومات في غايه الاهميه. زي ما انتم شايفين البذور طبعا بدات تظهر الانبات، اللون الاحمر ده طبعا بدايه ظهور الاغصان. اما بالنسبه للمزروعه في التربه العاديه مفيش اي بوادر لظهور اي اغصان، وكمان البذور باين عليها ان هي داخله في حاله تعفن. المهم بعد ما خلصنا وغسلنا رمله مره واثنين وثلاثه، وممكن كمان نسيب الميه فيها لمده يوم كامل عشان نتخلص من كامل الاملاح. التربه دي والله تربه في منتهى الجمال، ممكن تزرع فيها اي بذور، وبعدين متوفره في كل مكان. يعني انت لو بتبني البيت عندك وفضل شويه ممكن تستخدمهم. وفي ناس كتير كمان ما بتعرفش تتحصل على التربه العاديه خالص اللي هي التربه الطينيه، فدي متوفره في كل مكان. هنضيف مكون بسيط لو متوفر عندك، الفحم الخشبي. الفحم الخشبي طبعا هيمتص اي نسبه املاح في التربه
هيمتص الأملاح اللي موجودة في المية، هيخلي التربة رطبة بشكل مستمر، وكمان هيحتفظ بنسبة الأسمدة اللي احنا ممكن نضيفها فيما بعد علشان النبات يستفيد منها على مدار الأيام. وزرع فيها أي حاجة عندك، نباتات زينة، خضروات، فواكه، وانسى مشاكل تقزم النبات، مشاكل اصفرار أوراق، مشاكل تعفن الجذور، مشاكل تأخير في النمو، النيماتودا، انسى الكلام ده كله، والأمراض الفطرية اللي بتحصل في التربة وفي الجذور انسى خالص. وانا حبيت ان استغل التربة دي، زرعت فيها ورق الليمون، والورق زي ما انتم شايفين اللي بتاعها حوالي شهر، الحمد لله ما ماتش. التجربة هتكون جديدة خالص ان شاء الله، لما تنجح بإذن الله هنعرضها على الناس. يعني انت تزرع أي كمية انت عايزها من ورق الليمون. نكمل زراعة المانجا. المرة دي ان شاء الله هنزرع في قنينات بلاستيك عشان نتخلص منها في منتهى السهولة، بس نخلي بالنا طبعا ان فتحات تصريف تختلف في التربة الرملية. هنعمل فتحات تصريف صغيرة خالص زي ما انتم شايفين عشان التربة ما تنزلش منها. مينفعش ان احنا نعمل فتحات تصريف كبيرة علشان الرملة بتبقى ناعمة جدا، فممكن تنزل من فتحات تصريف بسهولة. وضع البذور في التربة لها طريقة معينة وطريقة صحيحة. أي بذرة هتمسكها هتلاقي فيها تجويف من الداخل، دي الطريقة الصحيحة للزراعة، دي اللي هتبقى من أسفل في التربة. أما الناحية المستقيمة اللي هي من أعلى هتبقى أعلى سطح التربة. نبتدي نزرعها ونخليها قريبة خالص من سطح التربة. ليه؟ علشان تتنفس بشكل كويس. كل ما البذور تكون قريبة من سطح التربة بتكون نسبة الإنبات سريعة جدا. طب أنت لو زرعتها بأي شكل تاني وبأي طريقة هتنبت برضه، مفيش أي مشكلة، بس عندك احتمال كبير إن يطلع عندك مرض اللي إحنا بنقول عليه السكس أو رقبة الوزة، وده نتيجة وضع البذور بشكل غلط زي ما انتم شايفين. ده المرض اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، ده البذور طلعت ما فيش اي مشكلة، بس زي ما انتم شايفين الساق ملفوف بشكل يمنع وصول المية ووصول الغذاء للشجرة. مع مرور الايام الشجرة دي هتتخنق وتموت، والمرض ده ملوش اي علاج. ولكن شايف البذرة المزروعة بطريقة صحيحة، الساق طالع مستقيم ما فيش اي مشاكل خالص. غلطة بسيطة ممكن يعني ننتظر سنوات بدون اي فايدة خالص. نرجع ونكمل زراعة البذور. بعد ما خلاص المية جفت هنبتدي نغطي البذرة بس بقنينة بلاستيك عشان نوفر لها الحرارة عشان تنبت بشكل سريع. لكن لو انت مش عايز تغطيها عادي مفيش اي مشكلة، هتتأخر شوية، بس احنا بنعمل ده كله ليه؟ عشان الانبات يبقى سريع، وبعدين نحطها في الظل بعيد عن اشعة الشمس بشكل نهائي، مكان يكون مضيء بشكل كويس. في حدود الخمس ايام هتلاقي النموات بدأت تطلع على سطح التربة. هنشوف التربة لو احتاجت ري هنروي، ما احتاجتش ري هنسيبها على كده. لازم التربة تجف زي ما انتم شايفين، التربة لسه فيها نسبة رطوبة، هنسيبها من غير ري خالص. الانبات كله طالع ما شاء الله، لو اتبعت الطريقة والخطوات ان شاء الله تضمن انك انت في خلال عام هيبقى عندك شجرة مانجا مثمرة. وهنا بعد مرور 10 ايام زي ما انتم شايفين النمو ما شاء الله عليه، نمو صاروخ. يعني في شجرة مانجا في 10 ايام بتوصل لهذا النمو. انا في ناس بعتقد الصور للمانجا عندها عمر اكتر من عام بهذا الشكل. وهنا بعد 20 يوم من الزراعة ما شاء الله نمو صاروخ ما فيش كلام، يعني شجرة مانجا في 20 يوم. في الفترة دي احنا ممكن نعرضها لأشعة الشمس بشكل خفيف، لان طبعا احنا عارفين ان في الفترة دي في ارتفاع شديد في درجات الحرارة. هننتظر على الشتلات دي لحد ما درجات الحرارة تنخفض بداية الشهر التاسع، ونبتدي ننقلها في الارض المستديمة في اي نوع تربة موجودة عندك، في نسبة ملوحة، في اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص، المهم ان احنا اسسناها صح. تعال اقول لك على الطريقة الصحيحة عشان تخلي اي شجرة تنمو بشكل صاروخي بدون توقف، ودي الطريقة الصحيحة لنقل اي شجرة في اي توقيت خلال العام. في البداية خالص لازم نختار المكان اللي احنا نحط فيه الشجرة، حطها بعيدة عن مهب الريح. ليه؟ عشان ما يحصلش عندنا تساقط في الازهار لما الشجرة تكون قاعدة في وش الريح. لازم نختار مكان مناسب من البداية خالص. بعد ما عملنا جورة اكبر من مستوى الشجر اللي احنا هنزرعها، هنحط مخلفات الطيور او مخلفات الابقار كسماد عضوي. الجذور هتبتدي بعد شهر او بعد اتنين تنتشر في التربة، هتلاقي الغذاء بتاعها متوفر في التربة بدون اي مجهود وبدون اي تعب. هنشيل حتة صغيرة اللي اسفل القنينة، عشان كده احنا زرعنا في قنينة، نتخلص منها في منتهى السهولة بدون اي تكلفة نهائي. وبعدين هنحط الشتلة بتاعتنا في الحفرة. لو ملاحظ ان الحفرة مستواها اقل خالص من مستوى سطح الارض اساسا. ليه؟ عشان الهواء والريح لما بيضرب في الشتلة ما يحصلش الجذور، وبتبقى في حماية اكتر لو هي فوق سطح التربة. بعدين هنرفع القنينة البلاستيك بمنتهى السهولة، وكده الشتلة ما حصلهاش اي مشكلة ولا الجذور تعرضت للهواء للريح، وكده هي في امان وهتنمو بسرعة الصاروخ. أتمنى يكون الموضوع النهاردة فات حضراتكم، ولو عندك أي استفسار سيبوه في التعليق، وأشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.